حتى نديروها في النص باش نجيبوها هنا. كنحاولوا داك المواتي يهود مع المواتي و تنعاودوا نعبروا السنتيم، يعني داكشي اللي غنخليوه هنا هو نفس اللي يبقى في كل جهه باش كتجي في الوسط. صافي الزجاجة دابا عندنا موجودة، ها الرسمة موجودة. اللي عندنا فيهم مشاكل، هذا لون النحاسي فيه لونواغ، فيه الكري، ها هو الكري، فيه الدوري وفيه البيض. المهم هادو غادي كانوا عند السيدة عطاتو ليا، أنا غادي نحاول نكسبو لينا. هادو هما باش كنكسبو، يعني بحال هاد لي تخي كلهم لي تيبانو لك، هاد الخطوطة كلهم غنديروهم بهادو. غنعزل واحد لاكولور ونخدمو بها، ومن ما بديتي مكاينش المشكل. شتي حيت دابا ليه مدة تيقطع. نورمالمون الصباط غيكون اون نواغ. كنت خدامة انفيرميير وليت رجعت للدومين ديالنا اللي هو ربة بيت، ولكن فكرت انني باش نخرج من داك الاطار ديال الاعمال البيتية راكم عارفين وديك الضغوطات ديالها. بغيت ندير شي حاجة شي حرفة لانني نخرج فيها ديك الضغوطات ديالي في نفس الوقت انني نستافد منها. فكرت في السيراميك صافي، والتحقت بواحد المدرسة ديال واحد السيدة سميتها فتيحة الله يجازيها بخير، وتعلمت الانواع ديال السيراميك كاملة، منها اللي على الزجاج ومنها اللي عندنا كيتسمى ستانيو، على هاد المادة هي اللي سميتها ستانيو هي كنخدمو بها، وعندنا على التوب ها هو حتى هو يعني كيتخدم في التكاشط، كيتخدم في كلشي حتى هو. هادي وسادة كنت صوبتها لولدي. وعاد عندنا ديال الطين مصوبه من واحد لابواط ديال كلينكس، هي تنوريها لكم. الرسم على الزجاج كتكمل بهذه الطريقه هذه، تناخذوا على حسب الرسمه اللي بغيتي. كاين اللي كيبغي الرسمه هكا صغيره، كاين اللي كيبغي الرسمه كبيره، يعني حنا غنمشيو على حسب الرسمه. هي باش كناخذوا الزجاجه بحال هذه، يعني رسمه صغيره ها هي كيف كتبان لكم، يعني ما غاديش يخصها واحد الاطار كبير، هذا يلا غيجيها مزيان او صغر منه. كناخذوا الزجاجه تناخذوا السنتيم ديالنا تنعبروها في النص، وتناخذوا الورقه في النص وتنحطها، تنحاولوا انها تكون في الوسط، يعني المساحه اللي هنا نفسها اللي هنا نفسها اللي هنا نفسها اللي كاينه هنا. تنديروا لها سكوتش، هي شاده بسكوتش باش ما تبقاش تحرك، نخدم على راحتي. وتنقلبوها على الواجهه ديالها، وتناخذوا هذا هو ما كيتسمى بالستيلو في السيراميك على الزجاج، هذا هو الستيلو اللي تنخدموا به. تديري لي تراساج الاولين، ها هما الخطوط الاصليه اللي كاينه، هي الاولى درناها. عاد من بعد ملي كتنشف، يعني كيخصها واحد النهار على الاقل او اكثر، ملي كتنشف لغد عاد كندخلوا الصباغات الالوان. هذه هي الصباغه باش كنخدموا، اما كتكون بالصباغه ديال الالوان، يعني شوفي الالوان كاين الشخص اللي هو كيفرض عليك تيقول لك بغيت هذا اللون وبغيت هذا اللون، حتى الصباغه كنخدموا بهاد الفرشات هادو، هادو ملي تصبغوا بهم. او كاين اللي تيقول لك كيخليك الاختيار، كاين عاوتاني واحد الطيله عندنا ها هويا، تديري في دوك البلايص اللي خاوين وتديري هكا. كاين عندنا لي برودوي ديال الزقلي، كاينين عندنا هاد لي فاشيون تا هما دو سميتهم فاشون كيكونوا في الالوان تا هما زقلي، يعني على حساب الرغبه ديال الشخص اللي باغي هذاك الشيء كيفاش غتخدميه ليه. بالنسبه للمهنه ديال ربة البيت راه هي اصعب مهنه بالنسبه للمراه، لان داك الشيء اللي كنديروا ربة البيت
انا جربت الخدمه في الزنقه وجربت، لان الخدمه اللي كدار في الدار اصعب مهنه هي مهنه ربة البيت، ولكن بغيت شي حاجه مع ديك ربة البيت اللي غنخوي فيها الفراغ ديالي انا، لان ضروري راكم عارفين مع التربيه مع الاشغال وهذا كتكون ضغوطات، يعني شي حاجه فين غادي تصحي ديك الضغوطات ديالك. اختاريت هذه ان ناخذها كهوايه وكمهنه في نفس الوقت، لان لي برودوي غاليين، وثانيا باش تعلمي كان كيطلبوا ثمن الاستاذات شويه قاصح حتى هو يعني باش غتعلميه، زائد انك ما كاينش يعني ما متوفرش في كل حي او متوفر في كل مقاطعه ولا هذا، يعني خصك تقلبي عليه في مقاطعات اخرين، يعني بحال انايا هنا في المقاطعه ديال مولاي رشيد كان خصني نمشي حتى لبنو تاشفين، يعني المقاطعه ديال عين السبع باش غادي العمل ديال عين السبع، يعني باش غادي تعلمي، يعني هذا هو المشكل اللي كان. ودابا مؤخرا المشكل اللي عندنا هو البرودوي ما كاينش. حنا دابا المشكل كيف ما قلت لك، المشكل اللي عندنا هو المشكل ديال لي برودوي، يعني الا ما وفرتوش لينا بهذا المفهوم، لا ما وفرتوش لينا الدوله، ما عندكش اللي غادي ديري ليه، لان لي برودوي ديالو ماشي شي مواد مثلا اوليه غتقدري تصنعيها بيدك ولا تقدري تصوبيها صباغه، وهذا الشيء كانوا الناس اللي كنا كنتقداو من عندهم لي برودوي كانوا كيقولوا لنا انه تيجي من برا، لدرجه ان البليبار ديال القراعي ديال هذا الا بغيتي تقرايهم كتلقايهم بالسبانيونيه، يعني كتجي من برا، ما عندناش حنا هنايا هذا الشيء. السيراميك عندنا اربعه ديال الانواع، الاولى ديال الزجاج هي ان كنخدموا بهذا السيلو باش تنكتبوا، مثلا نعطيكم على سبيل المثال ان هذا هو باش تنكتبوا، هذا هو السيلو باش تنكتبوا، وهادو الصباغات الالوان باش كنديروا الالوان، يعني هذا السيلو هذا اللي كتشوفيه هو هاد لي طراسي كيبانوا لكم صفرين دايزين، يعني هو باش كنكادريو الرسمه، ضروري هذا ديري لانه هو اللي كيعطيك الكادر ديال الرسمه، عاد كتدخلي الالوان اللون اللي عجبك تديري فيه باش كتعطيك الصوره بحال هكا في الاخر. وعندنا النوع الثاني هو الستانيو، الستانيو حتى هو يا هاد المواد اللي كنخدموا به ديالها الاقلام ديالو باش تنخدموا، وهو هكا هاد الماده، يعني هذا غير جزء منها هو كيتباع حتى هو رولو، في الاخر كتخدمي تيعطيك بحال هاد الشكل، هو اللي تيخدموا به السدادير، تيخدموا به الطوابل، يعني كيخرجوا منه خدمات زوينين الحمد لله، فيه حوايج زوينه. عاد عندنا قلنا ديال على الطين، على الطين هذه كيف كتشوفوا بواطا كلينكس، ها هي بالعود من الداخل وكتخدم حتى هي هكا، يعني حتى هي عندها التقنيه ديالها باش كتخدم والصباغه ديالها باش كتكون باش كطلع بهذا الشكل، كنخدموا فازات، كنخدموا بزاف بزاف اي حاجه على الطين ممكن تخدم. عاد عندنا على الاخر هذا على الثوب، هذا على الثوب كتا هو بالصباغه ديالو يعني خاصه ديالو، وحتى هو ضروري من هذا السيلو اللي شفتو، يعني هذا كيتخدم فيهم كاملين، لا على الثوب الا على الطين وعلى السطانيو اللي ما تيتخدمش فيهم، مي على الثوب وعلى الزاج كيتخدم، كطراسي ضروري تكادري بهذا وعاد كتدخلي الصباغات في الوسط ديالو. بالنسبه للسطانيو عندنا كيف قلنا كيتخدم بهاد الادوات هادو كاملين، ها هما اللي عندنا تشوفوا فيهم، يعني دابا هذا هو باش كنكتبوا، هذا هو القلم باش نكتبوا، مثلا كناخذ هكا الصفحه خاويه ما فيها حتى شي حاجه، انا مثلا بغيت نخدم فيها هاد الورده كنطراسيها هكا بهذا الشكل، كتوركي عليه هانتي كتخرجي هاد الورده هكا بحال هاد الشكل، ها هي غاديه معايا حتى كنكملها كامله، كنورك بهادي هنا في الوسط عندي وتنهزها تناخذ هذا، الا كانت الرسمه كبيره تنخدم بهذا، كانت الرسمه رقيقه كنخدم بهذا، تناخذ هي خرجت من طراسيا برا وتنبداو نوركو هنا بحال هاد الشكل هكا باش كتخرج لك الورده مقاده، ها هي ضروري كتنفخيها هكا، ها هي هاد الشكل هكا، كنعاودو ناخذو هاد الجهه الرقيقه وتنضغطو بها هنا، ها هي دابا في الشكل ديالها هنا من اللور، دابا هادي هي اللي كتكون في الواجهه، هنا كناخذو الشمع تندوبو الشمع ملي تنساليو، دابا هادي سالينها تناخذو الشمع وتنعاودو نحفروها مزيان، ندوبو الشمع ونعمروه بها الوسط ونخليو تيكرم، علاش تنديرو الشمع؟ باش هاد لي بون ما يتفشوش لينا كيبقاو هكا خارجين على برا، تنديرو مقص وكتقطعي مقص، كتقطعيها من هنا من هنا من هنا وتديريها في دي موتيف هكا، اما تزوقي بهم طبله، اما مثلا بحال هاد لي بواط هكا كلينكس كتلصقيها كاينه لاكول ديالها، ملي تنكملوها تناخذوها بهذا الشكل هذا، يعني على حساب شوفي انت اشنو باغا تخدمي بها، كنتي غديريها غير ديكورات في شي حاجه صغيره ماشي مشكل، احنا تنقطعوها ونحاول ما نضغطش عليها لانني انا ما عمرتهاش بالشمع، انا اللي ضغطت بصبعي غادا تهود، نحاولوا نمشيو معها بشويه، يعني هادشي كيبغي تكوني تخدمي بشويه بثقاله وبواحد التركيز باش ما تخسريش لك داكشي ديالك، انا كيف ما قلنا لي برودوي ديالو كلهم غاليين.
شفتيها صافي راسك سامح لها تلصقيها في دابا هانتي حنا خويناها هكا تاني نعاودو نخويوها نقادوها ها هي بحال دابا مثلا عندي هنا بواطا كلينكس غادي نقدر ندير لها بهذا الشكل هكا هذه حيت مزوقه راه جات باينه مي بحال الا بغينا بحال هكا الطابلوات ولا بحال في الزادر كاين اللي خديناهم نقشات انا غنكتب دابا هنا الله ها هي كتخرج عندك لهنا بومبي منفوخه كتعاودي ثاني تاخدي هذا بغيتيها غليظه بغيتيها رقيقه لان الا بغيتيها تكبري كتبقى تخدمي بهذا حسب انتي وكيفاش بغيتيها تناخدو الشمع تنعمروها في هادو باش تبقى مدفوعه لينا وتنقلبوها هكا تنقطعوها وغادي نلصقوها الله كتكتب ديما بالمقلوب باش الا بغيتيها تخرجك في الوجه الاخر باش دابا انت ملي كتبيناها هكا هنا هي خرجات مقلوبه تكتب على الجهه الاخرى عندنا بحال هاد الورده ها هي تاهي كي شفتوها تاهي كطراسيها بالستيلو وتعاودي تقطعيها اختي بالنسبه للسيراميك كنلقاو صعوبات كثيره فيه سيرتو باش تفهمي مع الناس اللي غياخذوا والناس اللي غادي يقدروا القيمه ديالو لان احنا مثلا باش غطلع لك الزاجه احنا مثلا كمثال هاد الزاجه او واحد الطابلو راه هو تما هادو انا مصوباهم للدار عندي يعني القيمه ديالهم طلعت غاليه لان في كنلقاو الصعوبات في البرودوي اولا ان هاد السيلو باش كنكتبو داير واحد الثمن داير ديال 35 30 درهم انا تندوي لك على 2014 اما دابا ما عرفناش فين وصل الثمن ديالو واغلبيه الناس اللي كيبيعوا هاد لي برودوي كيوصلوا للناس بانهم علاش حبسوا انها طلعت القيمه ديالو بزاف انه تزاد مازال في الثمن انها تاخدي هذا وخاصك تاخدي الصباغه حتى هي غادي تخص قرعه مثلا بحال هاد الطابلو خاصني نشري جوج قراعي او ثلاثه اربعه بالاحرى اربعه مدخله الكحل والتركواز وهذا اللون وهذا الاصفر يعني اربعه الالوان في ضروري خاصك تشري اربعه ديال القراعي وكل قرعه دايره 30 درهم 2400 هذيك انت خدي شويه وتاخدي بزاف من مراك شريتيها كتاخدي هذا السيلو باش غادي تخدمي ثاني حاجه خصك تمشي عند باش غتشري الزاجه ثالث حاجه خصك تمشي باش تلقاي لي كادراج الكادرات اللي في يكونوا مناسبين اما الا بغيتي ديال السوق راه تيكونوا موجودين يعني باش تاخدي حاجه زوينه وبقيمه ديالها زوينه وعندها واحد لافالور الا علقتي داك الطابلو سانتي كيبان كيطلع غالي بالنسبه للناس ما تيفهموش هاد النقطه تيقول لك لا راه يعني اشنو ماشي شي حاجه كثيره راه غير زاج وكتبه لا وفي صعوبات غير بحال باش نكتبوها خاصك كتكتبي كتبداي مثلا من التحت او من الفوق كتكتبي النص الاول وتتخليه تينشف كاين اللي لا راه تيزرب ولكن الا لاحظتي مزيان ودققتي في الخدمه تتلقاي بان داك الستيلو تخلط مع الصباغه مع اما الا بغيتي خدمه فنيه وزوينه وشي حاجه نقيه تنكتبها داك النص التحتاني وتنخليه حتى ينشف عاود الغد عاد كناخذ نخدم النص الاخر نخليه ثاني ينشف النهار الاخر عاد كندير الصباغه ولا كانوا عندي فيها الالوان ما يمكنش تخدميهم في نهار واحد خاصك تخدمي لون وتخليه حتى ينشف عاد ديري اللون الاخر باش ما يتخلطوش يعني على الاقل واحد 3 ايام ولا 4 ايام باش تخدمي اللوحه عاد خاصها تمشي عند اللي غيدير لك الكادر عند واحد نهار ولا يومين يعني ثاني داك الهم ديال هزيها وسيرتو لك الكادر كبير او زاجه راه كتخدمي على الزاج يعني راه كتخدمي في الخطر تزيد ديك الزاجه باش خصك تمشي عند السيد وعاد تسناي يصوبها ويجيبها يعني فيه شويه ديال الخدمه ولكن الا كانت هوايتك وحبيتيها وكتخدميها بواحد الروح كلشي كيكون عندك زوين الا لقيتي مع من تفاهم